هل تريدي نانسي؟ نعم بالطبع، أعطني. عالم النباتات مرة أخرى. لقد أسقط شيئا ما، نوع من البنادق يبدو رائع. أوي، أو لا، أهلا تويكس، أصبحت عملاقة. واو، لكن قطعتي صغيرة. نانسي أطلقي عليها أيضا. مستعدة؟ نعم جاهزة، أطلق. ماذا؟ أين شوكولاتتي؟ أوه لا، لقد أصبحت صغيرة جدا. نانسي ماذا فعلت؟ أعطيني الآن. لن أعطيك. يا بنات، هذه البندقية لي. ها، أنتم بالتأكيد تريدون التحدي. أوه لا، دوناتي صغيرة جدا، يرسل لها. ها، لكن دوناتي عادية ولا بأس بحجمها. يا رفاق سوف تصدمون، لدي دونات عملاقة. واو، لكن كيف ستأكلينها؟ أنا سأبدأ أولاً. لست محظوظة جداً، لكن لا تزال لذيذة. حسناً، أنا انتهيت. تيد، دورك. حسناً. دونات، انظروا كيف يمكنني. أنا انتهيت. أني، دورك الآن. حسناً، من أين يجب أن أبدأ؟ أوه، هذه دونات ثقيلة للغاية. علي التفكير في شيء ما. لدي بودرة الرياضيين في مكان ما. والآن أنا مثل رجل رياضي حقيقي. سألتقط هذه الدونات وسأكلها الآن. سوف أنجح، لن يمنعني أحد. إذا علي أن أرش في كل مكان. هيا آني، نحن نؤمن بك. أوه لا، ليس الفراشة. أوه، أنا أسقط، أنقذوني. هل هي بخير؟ نعم، أنا على ما يرام. لماذا؟ لدي طعم صغير مرة أخرى. أوه، لدي مارشميلو عادية مذهل. ولدي مارشميلو ضخمة، أريد أن أكلها بالفعل. لكن نانسي ستبدأ. نعم بالطبع سأبدأ، لكن لدي فكرة. مطبخ صغير للمارشميلو الصغيرة. أضع مقلاة مع مارشميلو على الموقد ويبقى الانتظار لتذوب. لا 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 لا، يا له من منكير جميل. ما الأمر؟ أوه، المارشميلو، هل هو جاهز؟ لا، المقلاة مشتعلة. لكنك قمت بعمل منكير رائع. حسنا، سأتناول هذا الطعام. أوه، طعم محترق ورهيب. توقف عن الضحك يا تيد، دورك آني. لا مشكلة، أنا لدي مارشميلو طبيعية وعادية تماما. أضعها على سيخ وأسخنها قليلا، ثم أحصل على مارشميلو لذيذة. والآن جاهزة، سأتذوقها بسرعة. كم هي لذيذة. والآن أمرر هذه الولاعة إلى تيت. خذ. أوه، شكرا لك آن. دعونا نحمر هذه المارشميلو. هذه النار صغيرة جدا ولا تكفي. فكرة. سيداتي سادتي، لقد عدت مع قاذف اللهب هذا. الآن سنشوي هذه المارشميلو. تعالي إلى هنا أيتها المارشميلو. هذا أفضل. انتهينا، لنتذوق الآن. هذا لذيذ بجنون، رائع. لا تكونوا غيورات يا فتيات، ستكونوا محظوظات لاحقا. أصغر فشار رأيته في حياتي. يعجبني الدلو العادي. تيد، آن، انظروا، لدي دلو ضخم من الفشار. أخيرا أنا محظوظة. لدي دلو صغير، إذن لنبدأ معي. لكن لدي فكرة رائعة. لدي شعاع من شأنه أن يكبر ما أريد. لنجرب. واو، إنه يعمل. ماذا؟ ماذا حدث؟ لماذا لم أنجح؟ آلتي عديمة الفائدة. إذن لنجرب الآن. لذيذ لكن صغير. هيا آني. أخيرا يمكنني أن آكل. كنت ألعب كرة السلة منذ بضع سنوات، لذلك سأرمي كل الفشار في فمي. والأهم من ذلك، بسرعة فائقة. أشعر بالدوار. هل انتهى الفشار بهذه السرعة؟ حسنا، هيا يا نانسي. واو، سأستمتع الآن. أنا فعلا جائعة. سأرمي كل الفشار علي هكذا. لن أشارك أبدا، لا تسألوا حتى.
على الرغم، حسناً أمسكوا، هذه هي السعادة القصوى. ماذا؟ انتهوا؟ أوه، أنا أسقط. نانسي، هل أنت بخير؟ لا أستطيع الخروج. إنها بحاجة إلى المساعدة. بمساعدة سكين القرطاسية سنطلق سراح نانسي. أسمع صوت الحرية. هاي، شكراً تيد. أهلاً وسهلاً، هذا مضحك جداً. ما هذا؟ لم أرى مثل هذا البرجر الصغير أبداً. وأنا لدي برجر ضخم، يبدو كبير. لكن خاصتي هو الأكبر. نعم نعم، أنا لم أكن محظوظ. حسناً، سأكل هذا الآن، لكن كيف؟ أوه، لدي فكرة بالفعل. سأخذ العصي الخشبية. لا تعرفون لماذا؟ سأخبركم بكل شيء. سأحتاج إلى غلاف كندر وشريط مطاطي وعصي خشبية، وهكذا أصنع من جنيق. والآن أنا بحاجة إلى وضع البرجر هنا والإطلاق. الشيء الرئيسي هو أمسكه. نعم، أنا أمسكه. إنه صغير جداً لكن لذيذ. هيا نانسي أنت. حسناً، أنا جائعة بالفعل. سوف أكل هذا البرجر في قضمة واحدة. آه يا رفاق، هذا لذيذ. نانسي، لها من شهية؟ نعم، لدي شهية كبيرة. نانسي، لديك شارب ولحية على وجهك. هذا مضحك جداً. إذاً من التالي؟ التالي هو أنا. لدي برجر ضخم. من فضلكم لا تغاروا، هذا عشائي المعتاد. لكن كيف سأبدأ به؟ لا، هذا ليس كل شيء على الإطلاق. لدي فكرة؟ الآن سوف نتذكر دروس الملاكمة ونضرب هذا البرجر جيداً. لماذا تضرب البرجر؟ لم يفعل لك شيء. أفعل هذا لأكله بسهولة أكبر. يقولون أن الرياضيين أغبياء، لكن انظروا إلي. ما هذا أيضاً؟ هل حصلت على بيتزا صغيرة؟ ولدي بيتزا عادية وتبدو شهية. لدي بيتزا ضخمة، هذه أكبر بيتزا في العالم. أنا محظوظة جداً. واو. آسفة، لم أقصد إزعاجكم. حسناً إيني، هل يمكنك أن تبدأي؟ بالتأكيد، هذه البيتزا صغيرة جداً، يمكنني تناولها في قضمة واحدة. صغيرة لكنها لذيذة بشكل مدهش، أحبها. على ماذا تضحكون؟ تيد، هيا ابدأ. بالطبع، بيتزا بيتزا بيتزا، إنها ممتازة. انظروا كيف يمتد الجبن، يسيل لعابي بالفعل. كم هي لذيذة. أنا مستعد لتناول هذه البيتزا طوال حياتي. هذا يبدو شهيا جدا، سأجرب أخذ قطعة. اوقفي، أعيديها إيني. أبس، بالطبع بالطبع، خذ. يا لك من سارقة. خطرت لي فكرة، سأضع كل القطع معا حتى أتمكن من أكل كل شيء بشكل سريع. هذا يجعلها ألذ. يو تيد، أنت غير متحضر. نانسي، إنه دورك. نعم نعم، لقد بدأت بالفعل. البيتزا شهية لدرجة أن عيوني تضيء. بيتزا ضخمة، طعم لا يصدق. يا لها من بيتزا لذيذة، أنا فقط مسرورة، لا أستطيع التوقف. يا أمي نانسي، هل أنت بخير؟ جيدة، لكن البيبروني تغطيني. لا مشكلة، سأكلهم. نانسي، هل أنت حامل؟ هل أنت حامل بالبيتزا؟ يا إلهي، معدتي المسطحة ذهبت. إيني، ساعديني، أنت رياضية؟ سأحاول لكنني لا أعدك بشيء. دعينا نذهب للجري. هيا نانسي، اتبعيني. لدي حافز لك، إنها البيتزا. نجحت، أليس كذلك؟ هيا، هل تريد القطعة؟ ادفعي. اقفزي اقفزي إلى البيتزا. هيا دعينا نركض للبيتزا. استيقظ تيد، انظر إلى جمالنا. واو نانسي، أنت مثالية. شكراً تيد، أنا أعرف ذلك بنفسي. دعنا نأخذ بعض الصور. هل أعجبكم تحدينا؟ إذن شاركوه مع أصدقائكم، ضعوا إعجاب واشتراك على قناتنا. المزيد من المتعة قادمة بالتأكيد. أما الآن إلى اللقاء أصدقائي.